والثالث عدم التأثير في الحكم. إيساليس لا شوار قسمي إي عدم تأثير وصف عدم تأثير دا حكم كيدا. إي أولا عدم تأثير بمعنى ملغابون بو هر مطلقا ندا أصل ندا فرع دا تأثير نبو ملغابو. إي دوم تأثير دا أصل كيدانيا. إي سيوم تأثير دا حكم كيدانيا تأثير دا حكم دانيا يعني حكم أصل فرعكي. أولا قال أولا كي فرقي أويا إي أولا شهر تأثير دا هيتش عندا نبو بلا ما أم الغابو أو أم الغانية صاحب اعتبار ولي تأثير دا حكم أصل فرع كيدانيا أو ملغابو دنا أبيش التأثير ندى أصل ذهب ندى فرع ذا ولي بدليل ملغابوني أو ملغانية ولي تأثير دا أصل فرع إير دانيا وبنابري تأثير دا حكم داني تأثير دا حكم داني حكم دا أصل كجدا وحكم دا فرع كجدا وهو الرب ثلاثة أو ثالثة بخص يلر بها لأنه إما أن يكون لذكره فائدة إما أن لا يكون لذكره فائدة بلى أو يكون له فائدة ضرورية أو غير ضرورية أو صيانا يا بفائدة يعني وقت تأثيرين يا بفائدة شا هنا نكي الترف كابري مستدل را بفائدة يا شاكا بلا لا يكون لذكره فائدة إدوام فائدة هي فائدة ضروري إسوام فائدة نا ضروري أو سي قسم كي أويا لأنه إما أن لا يكون لذكره فائدة بو يسيال أربشوكا أو وصفيك بعنوان علّد معرف كداوة كتأثير ندى أصل ضاهية وندى فرع دا ذكرك شي فائدين يا واد بك ذكري وصفك بفائدة دبي أي الوصف الذي اشتملت عليه العلّة أو وصفيك علّتك بسري دا مشتملة بفائدة كقولهم أي الخصوم الحنفية في المرتدين وكقول الحنفيان دباري مرتدان دا المتلفين ما لنا في دار الحرب مرتدين كإتلاف مال مبكن ولد دار الحرب دا إتلاف بكن مرتدين كإتلاف مال مسلمان بكن دا دار الحرب دا ساكا حيث استدلوا على نفي اللمان عنهم في ذلك وكو قولي حنفيان دباري مرتدين دا أو كاتيك استدلاليا كدو لسر لسر نفي ضمان بالنسبة لمرتد كان كيانا ضمانتي أن لسرني في ذلك دو إتلاف إذا وكو قولي وان دموردي مرتدي متلف مالي مدى أو كاتك استدلال أن لسر نفي ضمان كردو ولا مرتد كان دموردي أو إتلاف إذا ودي ارتباط دقال أو إتلاف إذا قوله مكش أو يدل المشركون أتلفوا مالا في دار الحرب مشرك هايكن يعني كفاركن شاكا مشرك هايكن كإتلاف مالي ما ينكردو إي مسلمانا لدار الحرب دا فلا ضمان عليهم كالحربي زمانيا لسني وزامنين وكو كابرا حربيكي كمتلف مالي ما به أو قياسي ينكردو تسر حربي أخذ زامنيا شاكا كتوانا أو مرتدانش كالدار الحرب دا إتلاف يدكن بقياس بو سروان زمان يعني لسرني بدليل أو علتي بدليل أو كمشركي متلفي مالا دار الحرب دا مشرك بي مشرك بوني متلفي مال دار الحرب دا أو كذبة علت ودار الحرب عندهم طردي أي الخصومي عندهم أي الخصومي دار الحرب بلا يوانا وبلا حنفيان طرديا لبردلي ما باسي دار الحرب إذا كان دنا أوان جوان لدار الحرب نيا تاكا لكن وان وصفي كي بتأثيرا الأولى فدار الحرب كنظيره فيما بعد تاكا دار الحرب لكن خصوم تردية كتردية فلا فائدة لذكره تردية ولا فائدة لذكره بريا أوي وابا
تردية لا فائدة لذكره، تردية دير ذات تردية نجم الغاية ونقلو ملغاية بيش فرقيها دنا أو تردية معناه ملغابوني مطلقي منظورني دير ذا بتأثيره دا زامن نبوني دا بتأثيره دار الحرب كابري مرتد كابري حربي دا غير دار الحرب دا إتلافي بكا هر زماني لسرنيا فس دار الحرب بتأثيره هم دا مقيس عليه كيدا هم دا مشرك كيدا أو مرتد كيدا شاكا فلا فائدة لذكره ما دام تردي بتأثير فائدة بذكرينيا إذ بوي بفائدة ذكرك شاكا بوي تردي إذ من أوجب الضمانة من العلماء في إتلاف المرتد مال المسلم كالشافعية أوجبه وإن لم يكن الإتلاف في دار الحرب وكذا من نفاه شنك أو كسيك واجبك الدو ضمانت أو كسل علمايان زمانتي واجب كدو دا إتلافي مرتد دا كمرتد مالي مسلماني إتلاف كاوكو شافعية مزامني دا زانن أو كسي كإيجابي زماني كدو إيجابي كدو با إتلافة كجد دار الحرب دا نبي با إتلافة كجد دار الحرب دا نبي وكذا من نفاه منهم وكذا أو كسي كنفشي كدو نفي لماني كدو منهم لعلماء في ذلك دا إتلافي مالي مسلماني دا وكو حنفية أوانش نفاه وإن لم يكن الإتلاف في دار الحرب نفي زمانيا كدو با إتلاف كجد دار الحرب دا نبي والحاصل تاو كسي إيجابي لمان دكا فرقنا خابيني أويك أو إتلاف دا دار الحرب دا هبي يا نبي تاو كسي إيجابي دكا تاو كسي نفي دكا كحنفية كامون شافعي كإيجابي لمان دكا فرق بين دار الحرب دار ال وانيش ناكل دار الإسلام ناكل تاكا تموجي مرتددة حنفيك نفي زمان لكن أوانش فرقي دار الحرب ودار الإسلام ناكل لدار الإسلام دايا دار الحرب دا كابري مرتد إتلافي وكا وان دلان زماني لسرنيا جاقسا كي بيشكري ودار الحرب عندهم أي الخصوم الترديون معناه وني لكن ما تردينيا تاكا لكن ما شر ترديا ولقصة كلوية أوان دار الحرب كان ذكر كردوا أوان يشي كبم الغاي دزان نبي تأثيري دزان ذكر كردوا لكن مش أرتر ديا ولي مستدل لك أوانا أوان دا استدلال وقياسة كإخوان دا دار الحرب كان ذكر كردوا كدار الحرب كبلا يوانا وبي تأثيري طبعا بلا ما شوا ولي بلا ما بي تأثير بونو نبوني ربط يشي بما قضية كي بيداناكا هربو التوزيحي زياتر كتويتي لكن وان ترديو ذكر شيان كردوا تمام يعني بتأثير هذا حكم كيدا وصف علتك بيدرك أو وصفك علتك مشتملة وسيدة أو وصفك علتك والحسب أو وصفك علتك بويتك علتك توابي وصفكينيا بشيك بوية دلاء وصفك علت بسريدة مشتملة بتني هر دار الحرب كنيا تاكا مشرك بونكيا متلف بونكيا متوجبوي دار الحرب نكشة دار الحرب بشيكا لو أوصافانك دع علتك دا مترح كراو أو وصفك بعنواني بشيك لأوصاف علتك مترح كراو علت بسري دا مشتملة بلايوانا والتردية كما إنك بلاي مشوا ولجا منظور شن أو استدلال دكا أو قياس دكا تاكا أو ذكري كردوش تيشي ذكر كردوها كتردية ولا فائدة لذكره لا فائدة لذكره شوك لكن واحد في دار حرب بولو نبون على السبيه يا تمام جاء والتردي مطلقني منظور ملوه فرقي هي دقال او اي بيشي او كبيدل تردي مطلقة ملغاية يعني لهيش كدا اثر قزارنيا او الغاية كدا بيش دا بحث ما بيكن ولي او عدمي تأثير دير دا ملغاية دنا دار الحرب بون وصف چيزي تأثيره الشرعي دا معتبرة ودار الحرب عندهم تردي فلا فائدة لذكره إذ من أوجب الضمانة أوجبه أما كرما بوينيا أوجبه وإن لم يكن ومقابلة لقال بديه ناوكي دنا كرما بويدي كي كمن نفاه ولو إنشي
ده دار الحرب يجدان به متوجه بون أي سواء كان أكان في دار الحرب أم في دار الإسلام في الشقين تاك يعني مساوية مساوية دخوا أو وانيكا أو إتلافيا ده دار الحرب ده بيا يا ده دار الإسلام ده دا هدوك شقة كان الشق إيجاب جداد ده الشق نفي جداد والمناسب لقوله عندهم شق النفي كما اقتصر عليه غيره شاك مناسب وقول حنفي أنه كأوانا استدلال كيدك المناسب وشق نفيك يا شاك دببل دار الحرب كردي عندهم فلا فائدة لذكره إذ من نفاه كأوان بن نفاه وإن لم يكن في دار الحرب شاك شق نفيك مناسب قولي وانا هروك غير مصنف هر شق نفيك هنا وشق إجابك هنا چونك شق إجابك ارتباطي باستدلال وانا ونيك ووصف كان هنا ووصفك ملغاية بالأيوان أما وزاد هو شق الإثبات شق الإثبات تقوية للإعتراض فاز أويك مناسب شق نفيك بلا مصنف شق إثباتك شي زياد كدولة سر مصنفين ديك وتقوية اعتراضك كجوان مفهوم ببك أو شتا شدا إجابة دا شدا نفي دا بتأثيرها مسألة في دار الحرب جاء قوايا أغر مناسبة أو ديكي بو تقوية كتوب بو بيشي داو ظاهرا دبو ودواي دابا دبو بلا فلا فائدة لذكره إذ من نفى الله معنا نفاه وإن لم يكن في دار الحرب وكذا من أوجبه دبو وبيش خصبا أما وبيش نخصتو ودواي خصتو وبدأ به شروعي بشق إجابك كدو كذبوا يا ظاهرا ودواي دابا لتقدمه على النفي شونك إجاب بالتبع مقدمة لبروي وجودة لسر نفيه بو مناسبتي إجابك وبيش نفيه كيداوة تمام مفهومة نا 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 نكاري بوي نداو نا نا هر اويكا شونك او تقدمي هي إيجاب لسر نفي لبر أو تقدم طبيعي دا كتنيج دا أوي مقدم كدو معلوم الشخص كي ديكا وانيك كي اشتيئي حنفي كان مربوط بالنفي كي ويرجع الاعتراض في ذلك إلى القسم الأولي اعتراض دول أربا أول لو سي الأرباني قسم ثالث لربي أول لسي الأربي قسم ثالث ده قريته وسر قسمي أول لتوا قسمك ده واقع ده هر شبيهي ويا أويج لا تأثير له في الحكم أوج لا تأثير له في الحكم يرجع عيني وينيا تمام عيني وينيا أو ملغاب بتوري مطلق لبر أوي بتأثير بو أو ملغانيا ولي يرجع تاكا يرجع الاعتراض في ذلك إلى بو يرجع لأنه أي المعترض يطالب المستدل بتأثير كونه في دار الحرب يطالب المستدل بتأثير كونه أي الإتلاف في دار الحرب شنكا بلا شنكا كابراي معترض مطالبي مستدل لك دواقع دابوش بو قسم أولا لقسم ثالث مطالبة لا مستدل دكابة تأثيري أو كإتلاف في دار الحرب كمؤثر به دل لا نسلمه كفي دار الحرب مؤثرة مطالبي لدك مطالبي تأثيري في دار الحرب لدك إي بيش الشرواب مطالبي تأثيري لدك وحاصل هذا اسم طلب الدليل على علية الوصف تمام إي بيش الشرواب ديكود عدم تأثيره في الأصل دويش دا ذكري كركتي وهذا القسم طلب الدليل على علية الوصف ده قسم أول كذا قسم أول لك قسم كان كتي أو قسم ده حق ده طلب دليله كذا لا أو وصفيته بتأثيره وملغاية يعني دليل بينه وكوصفك با تأثيره دليل بينه أوش لو جهته وهر وقيك ده لا أوش تيك أتوكتوتا
أو بش زيادية بتأثيره واتاد لا نسلم أو ربطي بعيديتي وهبي بوم إثبات كو دليل بو بينه وكذي تأثيره لو جهتي و هربك قسمي أول وايا ولو جهتي شوك لسر أصل تأثير أي حكم كي بتأثيره هم ده أصل كيدا هم ده فرع كيدا يرجع إلى أوي أولها أما عيني وجنيا تاك لبروي عيني ويني أو ملغاب أو ملغا نيا تمام أو يكون له فائدة تاك إما أن لا يكون لذكره فائدة أو يكون له أي لذكر الوصف المشتمل عليه العلة فائدة يا أو وصفيك علة بسري لا مشتملة بويد الله مشتملة شنك بشيك لتد أوصافان دو أخدا علتك هم أوصافا كان أو وصفيك أو وصفيك علة بسري لا مشتملة فائدة هي با ترديش به باب تأثير جبه دا أصل فرع كيدا بلان فائدة هي أوجد قسمه فائدة ضروري وغير ضروري فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الاستجمار بالأحجار عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار وكو قولي أو كسيك عدد دا نزر دا قريه واعتبار بعدد دكادة في الاستحجار يا استجمار استجمار يعني قلع النجاسة بالجمرات أي الأحجار ففيه تجريد فافهم بلى استجمار لا بردنا بجمرة هل لا بردنا كي منزورة جمرة كي منزورنيا لا بردنا بجمري حجر او هر لا بردن بحجر منظوري هر سر في نزل لبش جمره بونكي تاكا التجريد بشكل معناك اخوتي ده كقول معتبر العدد في الاستجمار بالاحجار وكو قولي او كسيك اعتبار بعدد دكادا خو خاوين كرنوا لنجاسات ببردي تاكا دلاتسي وقولي معتبرك دلا عبادتك يعني استدلال إذا كان دواق عدالة سروي كعددي كذا معتبرة دلا عبادتك متعلقة بأحجار عبادتك مرتبط دقال أحجارة وعبادتك شك لم يتقدمها معصية معصيتي وبيج نكوتها يبيج دا معصية نكراوة فاعتبر فيها العدد ما دام عبادتي متعلق بأحجارة معصيتي شيلي وبيج نكوتها عددي كذا معتبرة كالجماري وكو جماري رمي جمرات حجة رمي جمرات حجة لبحود بل عددي كذا معتبرة لبروي عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية وكو سنقساري نياكل زناية ذكري معصية لفش دا روي داوة تمام دي او قياسي دكاتا سر جماري جمراتي رمي جمرات دلا دودا عدد معتبرة بلا خلاف بين طرفين بو عبادتي بو تيدا معتبرة لبر اوي عبادتي متعلق بأحجار ومعصية شيلي وبيجنكوتوا تاكا استجماريش خو خاوين كنو ببردي اوج عبادتك متعلقة بأحجار معصيتي لي وبيجنكوتو إلا تكاد دهدو كان ده هاي بقياس بو سري اوج عددي تدا معتبر طبعا عدد كان بقد يقنيا او عدد كي سي او عدد كي حوت ولي بو معتبر بوني اصلي عدد شاكر سنك بعضك عددي بو معتبر نازل دلان حساب لسر خاوين بونوي بيشيش خاوين بيتو تواوا فقوله لم يتقدمها معصية عديم التأثير في الأصل والفرع قولي كابراي مستدل كذلك لم يتقدمها معصية بعنوان بشر لعلتك يذكر كردوا بتأثير دا أصل كجدا ودا فرع كجدا ندى أحجارا دا تاكا يتقدمها معصية ربتي هي ندى جمارا دا يعني هر عبادة متعلقة كافية
وأصلكش فرعكش عبادة متعلقة بالأحجار هو خاين كرنوا ببرديش عبادة متعلقة بالأحجار رمي جمارج عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدم ها معصية هيك عندها مؤثرني بتأثيره تمام ربتي جنيه بهيك يا نوا بلان بفائدة جنيه ذكركي بتأثيره ده أصل فرع ده لكنه مضطر إلى ذكره بلا مستدل مجبور ذكره بك لئلا ينتقل ما علل به لو لم يذكر فيه بالرجم للمحسن فإنه عبادة متعلقة بالأحجار ولم يعتبر فيها العدد بلا مجبور ذكره بك مجبور بوي اعتراضي وارد نبي تسري مجبور ذكره بك بوي منتقل نبي أو استدلالك كردويتي أو شتيك كردويتا علت بو اعتبار عدد ما علل به منتقل نبا كنج منتقل دبو لو لم يذكر فيه أقا أو واني كي لم يتقدم تدا ذكر نكرابا أو قيبا أو قيدا منتقل دبو برجمه كابلا ديكو الرجم رجمي محسني أو عبادة متعلقة بالأحجار شو عدد شتدا معتبرني أتادتواني مال وراني ككابري تاكا بوي او اعتراضي نيته سريع تاكا لبيش او كاسازي خوي دكا دلا عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية بوي او اعتراضي نيته سريع دا قياسك اي مدى بتأثيره دا اصلك اجدى بتأثيره دا فرعك اجدى بتأثيره بلا بشارة سازيك كابراي مستديل ديكا بوي بيش او اعتراضي بوارد بتأثيره رقاي اعتراضي با برمي زاني محسن كذبه لئلا لكنه مضطر إلى ذكره لئلا ينتقل بالرجم للمحسن فإنه عبادة متعلقة بالأحجار ولم يعتبر فيها العدد فالضرورية ضرورية ودفع اعتراضه ضروري بونك أويا يا غير ضرورية ضرورية بفائدة فائدة هي ولفائدة غير ضرورية فإن لم تغفر الضرورية لم تغفر وإلا فتردد جاء أو غير ضرورية داخوا ذكري قيدي غير ضروري وصفي غير ضروري تردي داخوا صرف نظري لذكري جوي نادرتي واعتراضي نابرية السرية يا اعتراضي لذجيري دياره مسألة مختلفة فيها كآية أو إرادة واردة اگشتیشی با فائده ذکر کرا چه ضروری و چه غیر ضروری ما ادام فائده هی اعتراضی لیه نجیره بعضی دل اعتراضی لیه نجیره خولت ما ایچی لکارکی من نداوا متوجه بوی انتحاکی اویا زیاده خو کم نیه تاوکو اعتراضی لیه بگری منظور استدلالک هر دسیه تسریه ببی ذکری ویش چاکه ببی ذکری وی بذکری ویش استدلال هر تواوا منتها ذكر كيوي لزيادة جايا فائدة هي فائدة ضرورية فائدة غير ضرورية بهند يقدرون اعتراضي لنا جيري شاكا لازم اعتراضي لنا جيري واعتراضي كفي وارد نابع وقت شي لتملع اليتي معتبر بقياسكي نادا او علتيك كابراك الدويتي بقياسكي جا معلومة اقا اعتراض نجيري شاكا لهي تشانوان اعتراض نجيره هو شاكا فإن لم أقر اعتراض بجيره فإن لم تغتفر الضرورية لم تغتفر أو بطريق أو لا لم تغتفر أقر ضرورية كا مغتفر نبيو اعتراض بوارد بأن صح الاعتراض به بمحلها أقر بيتو فائدة ضرورية كا مغتفر نبيو تششن بوشيليا نكري بوجوريك صحيب اعتراض بجيري بمحل وجودي أو فائدة ضرورية اعتراض بجيري بمحلك أي على محلها أي على محلها أو كمحلها لمحلها بأن صح الاعتراض بسبب محلها بوي معنى على يد أجريه بلى وهو الوصف لأن الكل محل لجزئه اعتراض بمحلك صح الاعتراض
على محلك، اعتراض بسبب محلك، وجه الاعتراض اشتمال العلة على وصف غير مناسب، وقوله بأن صح الاعتراض لمحلها تاك ودرد بعض نسخيش لاما إشارة إلى معنى عدم اغتفارها، فلان صحة الاعتراض لمحلها، صحة الاعتراض اعترز لمحل على محل، اعترز لبر محلك وتعتراض على محلك، محلك دبت كلك أو كليتيك مشتملة بسر أو وصف إذا بوي بيكتو محل محل بو أو فائدي يعني كليتك كأو جزء بشك لبي دي كلش محل بو جزء بو أجزائك خوي تاكا أجر فائدة ضروري مغتفر نبيو صحب اعتراض بجيرية اعتراض بجيرية اعتراض بجيرية تسر محلي أو فائدة ضرورية واتكل لكي لم تغتفر هذه بطريق الأولى أوج مغتفرني معلومة شنك أو فائدة ضرورية بو ما دام أو مغتفر نبي أو فائدة ضرورية معلومة مغتفرني با فائدة شيء بيه وإلا أجر مغتفر به وإلا أجر مغتفر به ضروري فتردد ده مورد غير ضروري كده تردد هي ده خوا غير ضروري كده جات حدي بو مغتفر بني أنا وشم كضعيف ترى لوي أوي فائدة كي ضروري بو لبر فائدة دار بني ولبر ضروري بني إشكالي بواري نبت سرولي أو با فائدة شيء بتشو كضروري ندكريه أو ضعيف ترى ذكري اعتراضي بيبجيري وإلا أجرهاتو مغتفر نبو أو زروريكا فتردد ففي هذه تردد دو قسم غير زروري دا أي وإن اغتفرت الزرورية فقيل يغتفر غيرها أيضا وقيل لا ببي ترجح تاكا قيل يقدر يغتفر وقيل يقدر لا يغتفر غير زروريكا مثالي وأما مثاله الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر في إقامتها إلى إذن الإمام الأعظم كالظهري فإن مفروزه حشو إذ لو حذف لم ينتقل الباقي بشيء لكنه ذكر لتقريب الفرع من الأصل بتقوية الشبه بينهما إذ الفرض بالفرض أشبه وكو أودل الجمعة صلاتك مفروزة ما دام صلاتي مفروزة بو إقامة كرني نياز بإذن إمامي أعزمني هركس سلم زوجتي خوي لبر خوي واسط الجمعة يبقى نمنظوري هركس نيا منظور دا أصلي إقامة كي منظورة كاربة تعدد نيا بزفن وادلا دلا صلاتي كي مفروزة ما دام صلاتي مفروزة بو إقامة كرني نيازي بإذن إمامي أعزمني وقني وروه الآن ني وروه ببي إذن إمامي أعظم أنجام ددري إذن إمامي أعظم ناوي فإن مفروزة حشو ألا كلمة مفروزة صلاة مفروزة بزيادي هاتوا حشو بتأثيرا متوجب مفروز بيع نبي مفروز بيع نبي هر قياسك صحيحة تاكا لم ينتقل الباقي هر بلا صلاة لم تفتقر إلى إذن الإمام كالظهري صلاة عبادة نيازي بإذن إمامين منتقلنا ببهشتش هل بمحزي صلاة بونا كي ما دام صلاة أمرش سياسين تاكا غير عبادة بون شتش لكي تدامت رعني لم تفتقر إلى إذن الإمام كلمين مفروزة كي قيدي حشو زياده نويتي إذ لو حذف مما علل به أقا حذب بكري أو مفروزة لو علتي لم ينتقل أي الباقي منه بشيء باقي كبهيج منتقل نبيتوا بلي لبر أو منتقل نبيتوا هي نويتي أو ني لبر منتقل نبونوي هي نبيتي لا شي بريا هيج اعتراضك يوارد نبيتو سري منظور فائدة كي ضروريني لكنه ذكر لتقريب الفرع من الأصل بلام ذكر كلاوب أو فائدة غير ضرورية كارتباطي بتر برقرار كدن بين أصل وفرعكي
بو تقويتي بو تقريبي زورتني فرعكي لأصلكي ديو فرعكي لأصلكي نزيك كاتوا چاكا چونك الظهر مفروزة أو مفروز بوني عنوان بكا چاكا هر نلا الجمعة صلاة اكتفاء هر بوندي نكا هر تنفس الأمر الصلاة المفروزة تنا ولي مفروزي بلا چاكا بوني ذكرنوي فرعكي لأصلكي تاك نزي جبكاته بتقويتي شباهة بيني هذا تاك يعني هموك الزازاني نوجيني وروي فرزا بو تقويتي او هيدالا جمعكش نوجي شي فرزا واتا فرز بفرزي شباهة زورتر اتا مثلا مستحب فرزي ازي الفرز بالفرزي اشبه به من غيره شون فرز بفرزي شباهة بترا لغير فرز بفرزي إذ الفرز بالفرز أشبه به من غيره أشبهتنا بفرزي تاكا من غيره بفرز أول برين ويا إدوال ها إذ الفرز أشبه بالفرز فرز بفرزي أشبهتنا فرزي أولا مقيسة كيا فرزي دوما مقيس عليه كيا فرز بفرزي شبه ترى هتا فرز بغير هتا غير فرز بفرزي غير فرز بفرزي يعني هي كب وفرزك أولا بجتوا تمام من غير فرز بفرزي يعني من مستحب بفرزي تمام شون قيدك بوي ذكر كلاوة الرابع أي عدم الرابع عدم التأثير في الفرعي إي شوارم لا شوار قسم كان أو سي قسمي قسم ثالث توابون تاكا رابع لا أقسام عدم تأثير عدم تأثير الفرع دا فالساق بوا لملغابون دو عدم تأثير دا أصل دا سي عدم تأثير دا هردو كان دا شوار عدم تأثير دفرع ده تمام عدم التأثير في الفرع مثل أن يقال في تزويج المرأة نفسها زوجت نفسها بغير كفء فلا يصح كما لو زوجت بالبناء للمفعول أي زوجها الولي بغير كفء وكو أواكا دموردي أويدا كجن خوي بمير بداف كتريع طرف شافعي نوا بلان زوجت نفسها تزويجي مرأد نفسها خوي بمير بدا بلان زوجت نفسها بغير كفء خوي بمير بدا بغير كفء تزويجي مرأد نفسها بغير كفء بلان زوجت نفسها بغير كفء خوي بمير داوة دقال غير كفء فلا يصح صحيحني كما لو زوجت هل وكو أقا تزويج بكري واتب ولي بدا بغير كفء ولي بدا بغير كفء ديجا ولي بدا بغير كفء وليش دروزني بإجبار دروزني ولي بدا بغير كفء إيش شكل شرائتي إجباري ويا ولي مجبر بدا بكفء هر وكو التزويج بكري لترب ولي را لغير كفء لا يصح يا بوخوشي خوي بدا بغير كفء لا يصح دي أوا الآن كان شهية عدم تأثيرك شاكا غير كفء بونك شاكا تزويج المرأة نفسها زوجت نفسها بغير كفء بكفء إيش بها صحيح عني متوجبوي أو كسيك بي صحيح عني نكبو بو غير كفء بو كفء إيش بها صحيح عني كواب قيدي بغير كفء كذكر كراوة تعليلي إيه شافعي أنا تاكا يعني تعليلك باري تعليلك بوانا شن أوانا بزائزي نازان جن خوي بمير بدا تاكا دلجنيك خوي بمير داوا بغير كفئي تاكا صحيح أني وكو أقا تزويج بكري لغير كفئي دا وفي علي كردوا تاكا أو غير كفئي دو دا مترح كردوا غير كفئ بون دا أصلك دا با تأثيرا دا غير كفء بون ولي دا فرع كيدا با غير كفء بون بتأثير شنك دا قال با كفء إيش خوي بمير بداها صحيحني لكن أو كسي صحيحني بلا
لا أصل كيدا مؤثرة بيدا بغير كفئ باطل أو بيدا بكفئ باطل نيا ولي دا موردي أو إذا كخوي بميرب دا غير كفئ بون بيتأثيرا شنك كفئ إيش بيا خوي بدا بكفئ إيش صحيح نيا لكن أو كساني كبيرا صحيح وهو أي الرابع كالثاني رابع وكساني كيوايا سانكا وابوكا وحاصله مع شاكا في الأصل بلا وكو رابع كيوا إذ لا أثر للتقييد بغير الكفء وكو بيتأسيد بوني وايا وهو أي الرابع كالثاني شاكا قد يفرق بأن المدعى عدم مناسبته هنا جزء الوصفاني المدعى كل الوصف فلذا جعل نوعا آخر قد يفرق بأن المدعى عدم مناسبته هنا عدم مناسبته هنا بأن المدعى عدم مناسبته هنا جزء الوصف وفي الثاني المدعى كل الوصف ثاني كتبه ثاني كا الثاني عدم التأثير في الأصل شاكا دي أوج عدم التأثير في الفرع شاكا وكو ثاني كيوايا وكو ثاني كيوايا جابو وكو يوايا حاصل لكن يقول أنه يكتر بلا كالثاني إذ لا أثر للتقييد بغير الكفر إذ لا أثر في مثاله للتقييد بغير الكفر فإن المدعى أن تزويجها نفسها لا يصح مطلقا كما لا أثر للتقييد في مثال الثاني بكونه غير مرئي دويدا غير مرئي بتأثير ديردا غير كفأك بتأثيره وإن كان النفي الأثر هنا بالنسبة إلى الفرع وهناك بالنسبة دويدا وقيك كان متوجه لا يجي متوجه لا يجي وقيدي قيديك قيديك لكلك يبي تأثيرها دويش دا قيديك بو قيديك بو بتأثير بو مثالك يبي تسيبو مثالك أو بو تيري دا هواي دا بلا بيع غائب يكون مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء في الهواء شاكا فيقول المعطل لا أثر لكونه غير مرئي في الأصل كالطير يعني كالطير الغائب في الهواء شاكا كالطير الغائب في الهواء فإن العجز عن التسليم كاف مبيعش غير مرئي صحيح وكو طيري غائب في الهواء طيري غائب في الهواء طيري غائب في الهواء دي طيري غائب في الهواء وكو طيري في الهواء طبعا طيري غائب منظورة بانشي كتبيت وكذا بغيبتك هابي دلا مبيعك غير مرئي صحيح أني وكو طيري في الهواء كأنه مرئيني واتا وكو طيري في الهواء كمرئيني كأنه لبر مرئيني بوني لا صحويا بلا بودل وكساني في وايا وهو كساني قد يفرق بأن المدعى عدم مناسبته هنا جزء الوصف أو جرده وفي الثاني المتقدم المدعى كل الوصف فلذا جعل هذا نوعا آخر وهو كالرابع وهو كالثاني إذ لا أثر للتقييد إذ لا أثر للتقييد دويش دا لا أثر للتقييد ودوجد لا أثر للتقييد بلى
جا همويان هر لا أثر في التخيل جاك إيه أول النبي كملغابو أبي شروايا أجمل بلا أبي نالا بلا داري ملغايا ولد إنسانيش دا جاك د إنسانيش دا دلوا كتشوايا وكو بلا وكو ثانية كدت كد عدم التأثير في الأصل أودت كد عدم التأثير في الأصل فرع دي دي ديرش دا لا أثره دوش دا لا أثره بو راس تشبيه دكا بوي أول دلو كساني وايا بو نالو كسالي سيج وايا دا سالي سيج دا هر واقع ديك زيادي ذكر كراوا بي أثره دا سانيج دا قيدي بي أثر ذكر كراوا اللهم لو جهتي را تشبيه بساني دكا إي ساليس بأسر بونكي ده هر دوكان دابو ده أصل فرعكي دابو أو بأسر بونكي دلائي جي دايا ده يك جهتي دايا أوش بأسر بونكي ده يك جهتي دا أوش بأسر بونكي ده يك جهتي دا بو يتشبيه بساليس ناكات شون ساليسك بأسر بونكي ده هر دوك جهتان دابو بلا تمام وهو كالثاني إذ لا أثر في مثالي كبو رابعي هندرا بو الثاني هندرا وتوا وهو الرابع وكالثاني واتشون تأثير ندى مثالي رابع كيدا مثلا دو مثالي دا كبو رابع كيهات وتوا أو تقييد دو مثالي دا دشويني كيديكا دا تقييدي كيديكا منظور تقييدك هر أولي هو مثالي كيدي وكالثاني واتشون كتأثيري نيا تقييدك جاد مثال رابع كيدا تقييد بغير كفأك يا تناد زجاجي كذا تقييد بشيء كذيك بقيد كذيك بلا تأثير إني تقييدك فإن المدعى أن تزويجها نفسها لا يصح مطلقا بو بتأثير قيدك أخلى جهتي بأثر بوني قيدك تشبيه دك بساني بو لا أثر للتقييد دلالة شو كمدعاء ويا كخوب ميردانك لا يصح مطلقا تخوي بكف إبداع بغير كف إبداع قصة الشافعيان أويا كما لا أثر للتقييد في مثال ثاني بكونه غير مرئي وكود مثال ثاني دا غير مرئيبون بتأثير بو أثر نبو تاكا أثر نبو مرئيش بايا هر جائز نبو هر صحيح ندبو تمام وكو ثانيوا هر سنه في اثر كان اچار رود فرع دكا اچار رود اصل دكا ولو جهته وليك جدان وبويدو قسم بويدو قسم جدان تمام ويرجع هذا الى المناقشه في الفرض وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاز أو قسم رابعة كعدم تأثير دفرع إذا ما ترح كده لقرأت وصل مناقشة ومنازعة بأنه أي الفرض أن التخصيص لا فلان لقرأت وصل مناقشة ومباحثة دفرز كيدا مجادلة دفرز كيدا وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج كما فعل في المثال المذكور إذ المدعى فيه منع تزويج المرأة نفسها مطلقة والاستدلال على منعه بغير الكفء دقرت وسر مناقشة تاكا مناقشة فيما فرض محلا مناقشة دستيش دا كفرض أويا محل نزاع بدنا دواقع دا محل نزاع نيا ده حقدا محلي نزاع خدي أويك خوي بمربدا تسب غير كفئي تسب كفئي ولي لو دو صورتان صورتي شي فرز كردوبو ويبحسي لسربكا تاكا دليش لو دو صورتاني أويا كخوي بغير كفئي بدا وافرز دكين قسك أويا تاكي الخورة وافرز دكين ده حقدا دقرت وسر مناقشة دشتيش دا كفرز كراوة بمحلي نزاع تاكا ده صورتي جدا او مفروزة بعنوان محل مفروزة دنا كلك محل نزاع كأنه كابراي معتريز دلف فرز دكين
محلي نزاعك او بك اخوي بدا بغير كفئي تمام وهو اي الفرز تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج جدا كنوي بعض يقل صور النزاع بإقامة حجة بمباحثة بعض يقل صور النزاع كي جاب كي هو بحث لسر كنية كما فعل في المثال المذكور هل وكود المثال المذكور دعواك راوا كما فعل في المثال المذكور هل وكود المثال المذكور دا تخصيص بعض الصور نزاع كراوبة بنزاع إذ المدعى فيه منع تزويج المرأة نفسها مطلقة دقل كفئي بها دقل غير كفئي والاستدلال لسر منعه بغير كف كراوة جاء وجائز أو كرا والأصح جوازه أي الفرض مطلقة وقيل لا مطلقة وثالثها يجوز بشرط البناء أي بناء غير محل الفرض عليه أصح ويجائز أو فرزا أو تخصيص داني بعض يقل صوري نزاع بنزاع مطلقة بدون شرط قيل لا مطلقة چونك كل كذا نظر نجيرا وابو اعتراض دسر كذن يعني جميع الصور مدعاك جميع الصور هاتو لسر شقي كذلك تاكا وثالثها يجوز بوشرتيك غير محل فرزكي مبني بلسر محل فرزكي چونك وقتي حجازك رود هر جاندك غير محل فرز مبني لسر محل فرز به مثالي وكوشي كأن يقال عليه تاكا كأن يقاس عليه بجامع أو يقال ثبت الحكم في بعض الصور فليثبت في باقيها إذ لا قائل بالفرق وقد قال به الحنفية في المثال المذكور حيث جوزوا تزويجها نفسها من غير كفء بشرتيكي غير محل فرزكي مرتبط بكري بمحل فرزكي بكري حكمي يجمع بني لسر حكمي بكري مثلا قياس بكري تسروي دكري تاكا بنا بشرتي بنا كدني غير محل فرزكي لسر محل فرزكي وكو أوكا وكو أوكا غير محل فرز قابل قياس به وسر محل فرز بجامعي كي بلاي دو صورتين دا أو أو إثبات أو دو صورتين دا أو إثبات أو إثبات ما كرت تاك ناجائز بلا ناجائز بونكي أبيدي كجو بيوايا يقاس بجامعين يا يقال ثبت الحكم في بعض الصور فليثبت في باقيها إلا قائل بالفرق يا أواب لقياس بك يا بلا ما دام حكمك ثابت لبعض الصور عند لبعض كيدي كجدا ثابت شون كس قائل بفرقي أو دو صورتان نيا بقريني أويك حنفية ده مثالي مذكور ده جوزوا تزويجها نفسها من كفء تاك وقد قال به الحنفية بلا إذ لا قائل بالفرق أما هذا مثال مذكور قائل بفرقه أبو مثال منابي أوا بلا قياس بكر غير محل فرز بسر محل فرز بجامع دبيني عند جامع دبيني عند هبي قياس بكر يا بكتر حكمك هذا بعض الصور ده ثابت بوا با ثابت به د باقي صوري دي کج دا چون قائل به فرقين يد بين علماء دا وقد اما دو مثال مدا وقد قال به الحنفيه في المثال المذكور اما قائل به فرقيه حنفيه دو مثال لا او بو مثال او نابع حيث جوزوا تزويجها نفسها من كفء شكا حنفيه بجائز د ديرن تزويج خوي لكفء بك او ان لغير كفء بجائز نادر فز اوان قائل بفرقهن او بو او مثالي نابه ولي بفرزي اويكا بكري او صورتيكا محلي نزاعين بكري قياس بكري تسر اويديكا يا خيرو جامعين دبين دا قياس بكري يا انشي بلاي دبين علماء دا كس قائل بفرقهن كوابو هرويوايا هروكو او بعض صورتي دي كوايا اگر اواب جائزة دنا جائز نيو جاء أجير بصر علينا وعليكم الرحمة.